اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ مع الصحة؟ كلشي بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو. طولت عليكم، عرفت راسي طولت، ولكن راني كنت عيانة، كنت مريضة شوية، جاتني لا غريب، ما شكيت عليكم اي وراها ما نقولش لكم، طيحتني طيحة والحمد لله، الله يجعلها مغفرة الذنوب. المهم هذا الفيديو هذا فيه شلة حويجات نشاركهم معكم اليوم. عندي واحد كوموند ديال واحد العرضة غادي نشاركها معكم، كنعرفكم بلي راه كتعجبكم بحال هاد الفيديوهات هادو. اولا البارح، نقولوا البارح قبل هاد النهار هذا، شرملت هاد الدجاجات وصبحت عليه على الصباح كما شفتوا، صليت الفجر ديالي. انا ديما كنبدا من مور الفجر الصباح بكري باش يبقى لي النهار ديالي فين نوجد فيه كاع الحويجات اللي عندي خصني نوجدهم. كما كتشوفوا هنايا خديت الطنجره ديالي، عندي غير ربعه جلسه ديال الناس، فيها اربعه ديال الدجاجات. هاد المره هادي بغات الدجاج المحمر بالزيتون، وبغات البريوات على شكل البسطيله، المذاق ديال البسطيله، وبغات اللحم بالبرقوق والمشماش، و الديسير حتى هو غادي نشاركو معكم. معمرني شاركت معكم ان بلاطو دو ديسير. المهم انتما شفتو درت كما العاده الدجاج، شرملتو لافي نهار قبل، الترميله خليتو ديما هكايا، كندير انايا الدجاج كنشرملو قبل باش ما نكونش عندي معاه صعوبه في الصباح. صافي كنخليه يغلى وكنمرق شفتو زدت الزعفران الحر، وكنزيدو زيت العود وزيت الروميه، زيت الزيتون وزيت العود. ايوا المهم، وكنخليها هكايا حتى كي يبدا يغلى بحال هكا، عاد كنزيد فيه هادشي كامل. صافي كنسد عليه الطنجره وكنخليه يطيب على خاطر خاطرو. هنايا غادي نوجد اللحم، نوجد ليه حتى هو الترميله ديالو. هنا عندي المروزيه كيسحب لي بقى عندي وما بقاتش عندي. ايوا دابا ما المهم انا كنكون نشري انا هكايا الاعشاب وكنخليهم عندي حتى النهار اللي كنبغيهم عاد كنبقى نجبدهم. ايوا المهم هنا جمعت المروزيه كامله اللي عندي في الدار، داك الاعشاب كاملين، المهم باش تعرفوا شنو كاين. هذا الباديان وهذه النويويره، سمحوا لي انقطعت الفيديو نعاود معاكم. هنا عندي حبه ليل، الزعفران الحر، قرنفل، قرنفل، حبة الهيل، الزعفران الحر. هنايا هادي الباديان، باديان، هادي النويويرات يقولوا لها، وهادشي كامل الباديان والنويويرة وقرفة. المهم هادشي كامل عندي. كانت عندي المروزية مجموعة ما بقاتش، نسيت المغرب ونسيتها. هنايا عندكم ورقة سيدنا موسى، وهنا عندكم ديك الكوزة البلدية الصحراوية. هنايا داكشي اللي كاين عندي هما اللي غادي نجمعو هنايا باش ندير المروزيه. من بعد غادي نزيد لها حوايج اخرين. المهم هادشي غادي نطحنو ونرجع معاكم. صافي هنايا طحنتها، ها انتما شوفو كي ولات معايا، حط كلشي داكشي اللي شفتو كنت كبسان. هاد الشوب هادو غادي نخدمو معايا معايا القاص غيورا اللي غادي ندير في اللحم، لا ما عنديش اللحم بزاف، غير واحد 3 كيلو. غادي ناخذ بحال هكا 3 كيلو،
هادي غادي نحتفظ بها واحد القريعه مره اخرى. كنت مريضه يا البنات باش كيت عليكم تسمعوا من صوتي. هنايا غادي ندير معكم كاع داكشي اللي كندير في اللحم ديالي. هنايا عندي القزبر اللي طحنت، قزبر حبوب عندي منه معلقه، عندي هنايا شويه ديال الفلفل الاحمر تحميره باش كيجي اللحم ديالكم محمر وزوين. هنايا عندي الخرقوم عرق اللي طحنت انا بيدي حتى هو جبتو من المغرب وطحنتو ونزيدو واحد شويه، ندير واحد المعلقه كبيره. هنايا عندي سكينجبير حتى هويا نجيبوه كنطحنوه واحد شويه اكثر هكا. هنايا عندي القرفه ضروري القرفه اللحم تيبغي القرفه هنا عندي البزار بطبيعة الحال عندي واحد شويه ديال السودانيه الفلفله الحاره عندي العيل شويه باش ما يجيهمش حار بزاف. هنا عندي الملحه نورمال وندير معلقه ساعه ندوق نشوف. ندير واحد المكعب ضامة مهم ديال هدا وهذا راه بحال بحال باش يجيني داك اللحم فيه. وهذا صافي هادشي اللي عندي غادي نديرو ان شاء الله نخلطو مع ديك المروزيه اللي شفتوني درت ترجع معاكم. هنايا خديت كاع ديك العطريه خويتها هنا وخويت درت معاهم واحد جوج بصيلات صغار ما تكتوش البصله لحقاش اللحم هويا كيطيب عاد الدغميره هادشي يقولوا له اللحم محمر. المهم خديت جوج بصيلات وواحد نقولوا خمسه ديال السنين فاتت ديال الثومه غادي نطحن هادشي كله مع بعضياته وغادي نرجع ان شاء الله معاكم اللحم. شفتوها العطريه هي طحنات كلها هنايا مع واحد شويه الماء صافي غنخلط هادشي كله ونجيب البصله نجيب اللحم. خليكم معايا واش السمن ضروري السمن البنات الا ما درتوش السمن راه ما كاين والو اللحم تيبغي السمن هذا هو السر باش كيجي اللحم ديالكم بنين ضروري من السمن. كاين اللي ما كيبغيش ولكن شو ديزولي ضروري من هاد السمن هذا. يلا المهم غنجيبو اللحم هنا عندي 3 كيلو ديال اللحم 3 كيلو ديال اللحم غادي ديروا فيها داك العطريه اللي عطيتكم داك القدر. صافي هنا غادي نخليه هنايا مرقد بيد ما طاب ليا الدجاج ديك الساعه نعاود نطيب اللحم عندي الوقت هادشي حتى العشيه عاد غادي يبغيوه هما ليه. هنا الدجاج ديالي عاد قلبته شفتوا كيفاش كيتحمر من التحت راه تقدروا تحمروا بلا ما زعما فران هانتوما كتشوفوا ما تقطع ما تهرس ما تقب ما والو غير بشويه كيطيب على خاطر خاطره. يلا هنايا كنست في الحلوى لانه بغات واحد البلاطو ديال الحلوى. هنايا صوبت واحد ثلاثه تشكيلاتهم كانت عندي واحد جوج تشكيلات في الكونجيلاتور. المهم انا ديما عندي الحلوى في الدار
الحمد لله. صافي كنت خاصه غير كعبوزال والمشوك وهذا الكحك هذا هو اللي زدت ماشي الاخر كان باقي عندي. فوالا هكا كنظم وقتي غادا بشويه بشويه في النهار كامل ديالي. شفتي نتوما هكا على طول جاوني محيرين يعني نتوما كتشوفوا البلاطو كيفاش جا على ما يرام. تبارك الله وصعب بيجا غزال. مهم باقي حنا مستمرين في الكوزينه. هنايا تندير الدغميره. الدغميره كنزيد فيها واحد شويه ديال السكر باش تجيني محمره وتجيني مدغمره وكاراميليزي سورتو. هنا الدجاج غادي نحمرو درتو في الفران. وهنا جيت نشارك معكم هذاك البلاطو ديال الفخوي اللي قلت لكم. ما عمرني شاركت معكم هكايا لي بلاطو دو فخوي. هنايا عندي انانانا، عندي لامونغ، عندي العنب، عندي البعويت، عندي الليمون، عندي الفرامبواز، غروزاي، كيوي، كليمونتين. مهم هنايا قدرت نشكل واحد البلاطو ب ابسط حاجه اللي كيكون عندك في الدار. مهم نقولوا ابسط حاجه، ماشي نقولوا ابسط لانه الاناناس والمونك ولا كيكون شويه غاليين. شنو بغيت نقول لكم، بغيت تسقسط زعما جوج حبات ولا ثلاث الحبات راه كدير لكم واحد البلاطو. ما نقولش لكم انتم غادي تشوفوا معايا، بقاو معايا حتى الاخر وغادي تشوفوا. سمحوا لي على هذا الصوت ديالي، راني كما قلت لكم راني عاد كيخرجت من واحد لازم ديال المرض. المهم انتما كتشوفوا كنشد الاناناس كنفرقها ماشي كومبليتوم على بحال غادي نفرقها على جنب. نقولوا ناخذ منها واحد شويه هكايا على جنب وهذاك الشيء كامل كنخويها من الوسط وكنقطعو كنديرو هكايا بحال هكا باش كيجي ساهل هكا الاكل. صافي كنديرو هكايا فوق البلاطو ديالي. انا خديت بلاطو هكايا ديال الشاج بالاحسن. صافي كنشدو واحد جوج ليمونات نقولو نفرقها هكايا على النص وكنزيد نفرقها هكايا ديكارتي بحال هكا هكا. وغادي نقاد البلاطو ديالي ندير الدوره ديال البلاطو ديالي بهكايا بالليمون. بحال هكا تجي وحده فوق وحده كتجي كيعطي واحد المنظر زوين. صافي وكنستمر عاوتاني في هاد التقطاع ديال الليمون وغادي نكمل الجهه الاخرى اللي بقات ليا في البلاطو. المهم غادي نخليكم مع التصوير ونخليكم تستمتعوا بهاد انا كيعجبوني بحال هاد الفيديوهات هكايا الصراحه تنمشي مع داكشي. المهم نخليكم مع الفيديو يلا. Thank you.
هذا الشكل النهائي. شفتوا كيفاش جا غزال رائع البنات. هنايا نستمر عاوتاني في التحضيرات. هنايا خديت المشماش والبرقوق اللي هما عزلتهم، وهنايا كناخذ غير البرقوق فقط اللي كان عمرو كامل باللوز محرمش. انا ناخذ غير شي حبات، ما ناخذش كلشي، غير شي حبات باش نزوق هكا من الفوق وصافي. المهم كنبقى هكا غدا مستمرة هكا في التحضير ديالي، وغدا بشويه بشويه ما كاينش اللي يقول لي شنو كديري ولا علاش كتجري ولا شويه عليها. نتوما شوفوا كيفاش جا جا هو هذاك. صافي غادي نخليهم لها هكايا، وغادي نجمع لها هادشي كامل. المهم نتوما غادي تشوفوا، غادي نجمع لها هادشي كلشي. شوفوا كيفاش تعسل هادشي، كيجي كراميلي جي كيجي زوين. والبريوات حتى هما شديتهم تما صوبتهم بشكل بسطيله. خليتهم هنايا درتهم هكا صافي، كنوجد ليها صافي قربت تجي هنايا. صافي قليت ليها البريوات درت ليها، المهم قليت ليها غير نص قليه، وهنايا درت ليها عاوتاني الدجاج حتى هو عاير شويه. صافي حتى تبغي تحطو ديك الساعة غادي تسخن في الفران. ها هو اللحم تا هو جا غزال مدغمر، شوفو اللوين. صافي ها هو طاب حتى هو، خصني نجمعو ليها كلشي. هادشي غادي نجمعو في المالومونطيغ بحال هكا، كنجمعو مزيان. تنخلي كلشي في الطنجرة هنا باش هكايا تجي هيا ساهلة باش تبغي تسخن تلقى كلشي موجود. المهم هنايا غادي نسد معاكم الفيديو. البنات اللي وصلو حتى لهنايا نقول لهم شكرا على المتابعة ديالكم، و متنساونيش بالتعاليق ديالكم زوينه واللايكات. اللايكات البنات، واللي عاد جا عندي مرحبا به، وما ينساش يدير ابوني. بسلام عليكم.